بسم الله الرحمن الرحيم. مر هذا اللقاء كما شاهدتم وكما عشتم معنا في جو عائلي تقريبا، لأنه ضم عددا من الشخصيات المهتمة بالثقافة، عددا من رؤساء الجمعيات الجهوية، يتقدمهم السي عبد الكريم بناني الرئيس رابطة الجمعيات الجهوية على الصعيد الوطني. حضر كذلك مجموعة من الفعاليات المجتمع المدني. يسعدني كثيرا أن أحضر هذا اللقاء الخير الذي نظمته جمعية الدار البيضاء كارير سنترال للتوقيع على اتفاقية شراكة بينها وبين مؤسسة الحسن الثاني لمسجد الحسن الثاني، وتعد هذه الاتفاقية من المخرجات الأساسية لجمعيات الجهوية وفي مقدمتها جمعيات الدار البيضاء كارير سنترال. تم اليوم توقيع على اتفاقية شراكة ما بين مؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء وجمعيات الدار البيضاء كارير سنترال. الجمعية ديال الدار البيضاء كارير سنترال هي جمعية تتواجد منذ 30 سنة، هي جمعية تحظى بالمنفعة العامة منذ أكثر من 20 سنة، وهي أيضا جمعية عضو في رابطة الجمعيات الجهوية بالمملكة. اتفاقية اليوم اللي كتجمعنا مع مؤسسة مسجد الحسن الثاني هي اتفاقية من أجل تعاون والتبادل في المجال العلمي، في المجال الثقافي، وأيضا في مجال التراث. اليوم كان عندنا اجتماع في لاميدياتيك في هذه القاعة اللي شفتوا، وكان حضروا معنا واحد العدد ديال رؤساء الجمعيات الجهوية. مضينا مع اتفاقية شراكة، هذه شراكة نقولوا أدبية علمية. مدام الحاج فقار عطا الله عمره وعضو مؤسس ديال جمعية الدار البيضاء كارير سنترال، فبطبيعة الحال أول شيء فكرنا فيه هو نديرو هاد الاتفاقية مع مؤسسة ديال المسجد الحسن الثاني. الحاج بوشعيب فقار هو من المؤسسين لجمعية الدار البيضاء كارير سنترال، هو من أبناء مدينة الدار البيضاء وبالضبط من الحي المحمدي. الحاج فقار دائما كان يدعم الجمعية معنويا وأحيانا أيضا ماديا. الحاج فقار هو أحد الغيورين على الجمعية وأحد الغيورين على مدينة الدار البيضاء. تمت هذه المراسم أيضا بحضور السيد سيدي عبد الكريم بناني اللي هو رئيس رابطة الجمعيات الجهوية بالمملكة، وفي نفس الوقت رئيس جمعية رباط الفتح للتنمية المستدامة. كان هناك أيضا حضور عدد من رؤساء الجمعيات الجهوية، كما عرفت هذه المراسم حضور شخصيات من المجتمع المدني. والهدف من كل هذا هو إعطاء صورة إشعاعية للدار البيضاء التي تحبل بالتجارة وبالصناعة وبالاقتصاد في غيبة عن الجوانب الروحية وعن الجوانب الأدبية وعن الجوانب الفكرية، بمعنى أنها يخيل إلى المرء الذي لا يعرف كنهها أنها تفتقد إلى ما يسمى بروح الدار البيضاء. وللتذكير فقط، فإن جمعية الدار البيضاء كارير سنترال تأسست سنة 1984 بتسمية، كما لاحظتم كما صرح بذلك السي عبد الكريم بناني، بتسمية من طرف المرحوم صاحب الجلالة الحسن الثاني تغمده الله بوسع رحمته. وهو ما يسعى إليه جلالة الملك محمد السادس أعزه الله لكي تصبح بالفعل هذه المدينة جامعة بين شؤون الاقتصادية وشؤون الفكر والإنتاج الثقافي الرفيع، وليس ذلك بعزيز على أبنائها، فهم معروفون بكدهم واجتهادهم وتعلقهم بوطنهم وبروحهم الوطنية العالية. الملك المرحوم محمد الخامس طيب الله تراه سماه بالحي المحمدي
فمن ذلك الوقت إلى اليوم فهو الحي المحمدي اللي عنده هذا الاسم. فطوبى لهذه الجمعية وطوبى لهذه المؤسسة العريقة العظيمة بهذا التشارك في العمل الثقافي والعلمي الرائد. وكانت أيضا هذه فرصة لرفع التشكرات والامتنان لكل مؤسسي الجمعية ولكل أعضاء مكاتبها السالفة ولكل عضواتها وأعضائها. وكانت أيضا فرصة لاستحضار أرواح المؤسسين والأعضاء الذين غادرونا إلى دار البقاء فرحمة الله عليهم جميعا. أغتنم الفرصة كذلك لأتقدم بجزيل الشكر ووفير التقدير للأستاذ العميد الدكتور مصطفى بن معروف رئيس جمعية دار بيضاء كارير سنترال على إتاحة الفرصة وعلى التعاون المثمر الذي أبداه مع مصالح المكتبة الوسائطية ومصالح المؤسسة بصفة عامة. الرئيس الشرفي للجمعية الدكتور السي محمد بوشنتوف الذي كان صديقا للدراسة منذ سنة 1959 ونحن معا نحمل هم الإسهام في بناء مجتمع يسوده نوع من المحبة، نوع من التسامح، نوع من التلاقي.